النقطة الثانية برضو لينا كلنا. أنا شايف إن الناس، اسمعوا كلامي، قلقانة. الناس في مصر قلقانة وخايفة. مش هقول إن ده مش مبرر، مش هقول إن ده مش مبرر، بس إذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، إحنا ما بنخبيش عليكم حاجة. ولو سمحتوا يا كل الناس، يا كل المصريين، أنا ما بقى في كل مناسبة بتكلم وأقول، بقول الحكاية عشان تبقوا عارفينها. ما تديش ودنك لحد أقل ما فيه مش مسؤول. يعني إيه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغاية لما نوصل لأعلى اللي ربنا أراد إن هو يبقى متولي المسؤولية. يعني حد هيعرف، مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين زي قداسة الباب، في شؤون الكنيسة؟ لا. وبالتالي لما حد، أنا جبت المثل وأرجو إنك تعذرني قداسة الباب، يعني اسمعوا، اللي يتكلم اللي ما كانش يعرف وأكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفلة الجميلة اللي بتقول وأنا بحبك والله. أحيا مصر. بس خلوني، أنا أصلي يهمني قوي، متشكر جدا. أنا مش هطول والله عليكم عشان قداسة البابا، لكن عايز أقول لكم إن من فضلكم أولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت. يعني انا بكلم كل المصريين، ما تخافوش لسببين. الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين. اسمعوا كلامي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه. طب انت قلقان ليه؟ يقول لك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده. والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب احنا فين؟ احنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني. يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير. اقل حاجه اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس قداسه البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولهولكم كلكم. وزي ما أنا بتكلم كده هتكلم وأقول،
طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، ويا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، كل سنة وأنتم طيبين.